بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتعرف على call static. لاحظ معي المثال التالي، عندي class A وفي له دالة اسمها ABC. الآن لاحظ لو أنا سويت object اسمه new A وهذا الأوبجكت اسمه B، لاحظ الآن ممكن أنا أستدعي B وأقول ABC، طيب هذا استدعاء طبيعي. لو كانت الدالة هذه static ما أقدر أستدعيها بالطريقة دي، لأن static تستدعى بدون استخدام الكائن، يعني تكتب اسم الكلاس تكتب A B C. لاحظ المثال كيف استدعينا الدالة إذا كانت static، وstatic قلنا إنه ما يستخدم بداخلها this. الآن عندنا دالة في PHP public static function واسمها call static. هذه call static تأخذ بارامترين name و args، من عندك الاسم طبعا، البارامتر الأول اسم الدالة والثاني اللي هي البارامترات حقت الدالة. إيش فائدة الدالة دي؟ لاحظ الآن لو أنا قلت له XYZ، لاحظ إني استدعيت دالة اسمها XYZ بشكل ستاتيكي من A، يروح يدور في A ما يلقى دالة اسمها XYZ. في هذه الحالة PHP إذا أنت استدعيت دالة بشكل ستاتيكي وما لقيتها PHP في الكلاس، تدور على دالة اسمها call static وتستدعي الدالة دي call static وتمرر في النام هنا اسم الدالة XYZ، وهنا تمرر البارامترات. يعني لو قلنا له مثلا 1 ويلكم، لو انا ابغى اطبع النيم اقول له ايكو مثلا، عفوا نيم، هذا يطبع لي اسم الداله ايكو اللي هو arcs 0، arcs 0 اللي هو الواحد، arcs 1 اللي هو ويلكم. هذا معنى call static. اذا ما اشتغلت معك، هي جات من الاصدار 5.3 تقريبا، اذا ما اشتغلت معك تاكد من اصدار PHP الموجود عندك. وهذا معنى call static. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.